احنا عملنا تقرير كده مع فريق العمل نشوف التقرير ده يعني اتعملنا لدينا والمودي نشوف التقرير مع حضراتكم نشوف تقرير سريع عديناه لدينا ومودي نشوف القصه ايه وارجع لكم تاني. مودي ودينا غصن جديد في شجرة عائلة الأهل الكبيرة يولد داخل جدران النادي وتحديدا داخل صالة الأمير عبد الله الفيصل بمقر أهل الجزيرة في فصل جديد من فصول تدشين عائلة أهلاوية رياضية برعاية مودي الجرحي قائد الفريق الأول لكرة السلة بالنادي الأهلي ودينا عمرو قائدة سيدات سلة الأهلي بعد إعلان خطوبتهما قبل بضعة أيام. مودي أحد نصور القلعة الحمراء الذي كرس حياته للدفاع عن شعار ألوان قميص النادي الأهلي بعدما نشأ داخل قطاع الناشئين لكرة السلة بالقلعة الحمراء لم يخفق قلبه إلا بحب النادي الأهلي على مدار سنوات جاءت حافلة بالإنجازات والبطولات حتى أضحى قائداً للفريق الأول لكرة السلة فما كان لقلبه أن يخفق بالحب والارتباط إلا من خلال القلعة الحمراء لتنجح دينا عمرو قائدة الفريق الأول لسيدات السلة في الاستحواذ على قلبه لتنشأ قصة حب بين القائدين داخل صالة النادي الأهلي ليمضيا معاً لتدشين عائلة تكتسي بشعار نادي القرن على خطى العديد من نجوم ونجمات النادي الأهلي. فارتباط دينا ومودي قائدا فريقي الأهلي رجال وسيدات في كرة السلة لم يكن الأول ولن يكون الأخير فهناك عشرات الحالات من الارتباط العاطفي والتي تكللت بالارتباط وتكوين أسرة أهلاوية جدا لعل أبرزها آل السلعاوي بقيادة الكابتن محمد السيد سليمان الشهير بالسلعاوي لاعب سلة الأهلي ومنتخب مصر الأسبق والذي تزوج من إيمان البدراوي لاعبة النادي الأهلي ومنتخب مصر لكرة السلة وأنجبا للرياضة المصرية والنادي الأهلي نجوما بحجم أحمد السلعاوي لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر في كرة السلة وشقيقته نادين لاعبة منتخب مصر والأهلي والعائدة لتوها من رحلة احتراف في دوري الجامعات الأمريكي لكرة السلة وشقيقهم كريم الذي منعته الإصابة من استكمال مسيرته لاعباً في كرة السلة فاتجه إلى مجال التحكيم ليؤكد مودي الجرحي ودينا عمرو أن مفهوم عائلة النادي الأهلي ليس مجرد شعارات رنانة تخلب آذان السامعين بل حقيقة تاريخية تتوارثها الأجيال في القلعة الحمراء.